جمعية الفن الجميل للطرب الأندلسي راح تمتعنا بانصراف في طبع الغريب. مديح أول يا نورشان، مديح ثاني صلى الله على الهادي، ومديح ثالث برد الأصل. تختم الجمعية البرنامج بسلسلة من الخلاصات، ودائما تحت قيادة الأستاذ الهادي بوكورة. الأندلسي الجزائر العاصمة تحت قيادة الأستاذ الهادي بوكورة. Oh.
Thank you.
مولانا الفتى من صلى عليه عاكس في ديماني صلى المولى علي والأملاك العياني
خلود من النجوم لرسوم برهمان الورد بالنعمان منه فتحين هو
يا معرفة تنمى تنمو تنشى عيني.
Thank you.
نعم تحية كبيرة للجوق الموسيقي لجمعية الفن الجميل للطرب الأندلسي لولاية الجزائر العاصمة تحت قيادة الأستاذ الهادي بوكورة. تحية كبيرة للجوق الموسيقي، هنا هي جمعية جديدة النشأة، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، نورتوا ولاية البليدة، شرفتم الجزائر العاصمة، أول مشاركة لهم بليالي المديح بولاية البليدة، إن شاء الله ما تكونش الأخيرة، إن شاء الله تكونوا فعل خير عليكم. يتفضل كل من رئيس الجوق السيد الأستاذ الهادي بوكورة رفقة السيدة سهام بومعدة رئيسة الجمعية. سيدة سهام إلى المنصة من أجل استلام شهادة المشاركة وباقة الورود من طرف كل من السيد تريفي نور الدين الأمين المال للجمعية الثقافية المطربية. يتفضل مشكورا ومرفوقا بالسيد سيد أحمد لعوج عضو في الجمعية الثقافية المطربية. كل من السيد تريفي نور الدين أمين المال للجمعية الثقافية المطربية والسيد سيد أحمد لعوج عضو للجمعية الثقافية المطربية يكرمان كل من السيدة سهام بومعزة رئيسة جمعية الفن الجميل للطرب الأندلسي للجزائر العاصمة ورئيس الجوق الموسيقي للجمعية. يتفضل رئيس جمعية المطربية. يتفضل السيد رئيس جمعية الثقافية المطربية ليستلم تكريم من طرف رئيسة الجمعية الفن الجميل للطرب الأندلسي السيدة سهام بومعزة. أبد إلا أن تكرم رئيس الجمعية بهدية متواضعة منهم. ونقول لهم لجمعية الفن الجميل للطرب الأندلسي لولاية الجزائر العاصمة كل عام وأنتم بألف خير. اليوم الجمعية دارت سنة من التأسيس، إن شاء الله مزيد من العطاء من النجاح، إن شاء الله مشاركات وطنية أخرى ومشاركات دولية إن شاء الله لما لا. أعطوني تحية كبيرة لجمعية الفن الجميل للطرب الأندلسي للجزائر العاصمة. هم شباب، هن شابات محبي لهذا الفن الطربي.